بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح إن شاء الله في هذا الفيديو نموذج الـ OSI، وهو استكمال لشرح مادة التكنولوجيا للصف العاشر الأساسي أو الأكاديمي. وقمنا بشرح هذه المادة من البداية، وإن شاء الله سيكون هذا آخر درس مع حل أسئلة الفصائل أو الوحدة الخاصة هذه الوحدة، طبعا وحدة الاتصالات والشبكات والاتصالات. طبعا النموذج الـ OSI هو نموذج يستخدم لبناء شبكة الحاسوب. طبعا هذا النموذج قادر على نقل البيانات. طبعا هو من كم طبقة؟ يتكون من 7 طبقات. هذه الطبقات وهمية وليست حقيقية، وهو أفضل طريقة لتعليم الناس كيفية إرسال واستقبال البيانات في الشبكة. طبعا بدأ ابتكاره في 1977، وكانت بواسطة منظمة الجودة العالمية بسبب أنها تريد أن تصف أي بروتوكول على الشبكة. وأهميته أنه وصف كيفية نقل البيانات من وإرسال واستقبال المعلومات عبر الشبكات المختلفة. طبعا هنا سنجد عدة أمور. ما هي طبقات النموذج الـ OSI؟ يتكون من 7 طبقات. هذه الطبقات هي الطبقة الفيزيائية، طبقة ربط البيانات، طبقة الشبكة، وطبقة النقل، وطبقة الجلسة، وطبقة التقديم، وطبقة التطبيقات. طبعا هذه الطبقات بشكل أساسي ستظهر وتصف للمستخدم وللعامة كيفية نقل وإرسال المعلومات من خلال مثلا هنا وحدة البيانات، وحدة بيانات المرسل والمستقبل، وهذه الطبقات وكيفية إيصالها، كيفية التعامل معها. سنبدأ في توصيف هذه الطبقات. الطبقة الأولى وهي الطبقة الفيزيائية، وهي الطبقة التي تقوم بربط الجهاز بالوسط الناقل، سواء هذه الوسط الناقل كان سلكي أو لا سلكي، بحيث أنه يكون قادر على نقل البيانات من موقع لآخر. وهي أول خطوة في بناء الشبكة أن يكون عندك طبقة فيزيائية، ووحدة البيانات في هذه الطبقة تسمى البت. بينما الطبقة الثانية وهي طبقة ربط البيانات داتا لينك ليرال وليرال آسف، يتم فيها وضع قوانين لتنظيم عملية الإرسال. طبعا لماذا هذه القوانين؟ الهدف منها ضمان عدم تداخل الإشارات، بمعنى منع التشويش، ويقوم بهذه المهمة بطاقة كرت الشبكة من أجل أن يكون، ولابد هنا أن يخلو الكابل من البيانات ليتم إرسال الشبكة. طبعا هنا وحدة البيانات، طبعا لابد أن تعرف في كل جزئية ما هي وحدة البيانات في هذه الطبقة. في الفيزيائية تكون البت، بينما في طبقة ربط البيانات تكون الإطار أو الفورمال. ولماذا؟ لأنها نضع البيانات القادمة من طبقة الشبكة في الرأس يحتوي على العنوان وأمر التوجيه. هذا طبعا أين يكون؟ في رأس طبقة الشبكة، لكن في الذيل يقوم باكتشاف الأخطاء. ولن نتحدث بشكل تفصيل عن هذه الأمور، لكن في توجيه إن شاء الله سيكون شرحها بشكل أوسع. وتحتاج إلى بروتوكولات الشبكة. طبعا هذه البروتوكولات في تعريفها هي مجموعة القواعد والقوانين التي تنظم عملية نقل وتبادل المعلومات بين الشبكة من جهاز إلى آخر. والبروتوكولات مهمة خصوصا بين الطبقتين، تصنف على في بروتوكولات الـ LAN و WAN، طبعا المحلية اللوكال والواسعة بشكل عام. المحلية مثال عليها الإيثرنت، حيث أن أكثر من 95% من الشبكات الـ LAN تستخدم هذه التقنية، وهذه لابد أن تعرفها من أجل عملية الإخطار. بروتوكولات الواسعة والـ WAN مثل الطلب الهاتفي داتا أب، أو الخطوط المؤجرة، أو خط المشترك الرقم DSL. طبعا هنا لابد أن تعرف الطبقة الثالثة. طبعا الطبقة الثالثة كما نرى أمامنا هي طبقة الشبكة، ويتم فيها عنوان الأجهزة، بمعنى عنونة الأجهزة، بمعنى أن يكون كل جهاز له عنوان فريد. هذا العنوان لا يتشارك به أي جهاز آخر، ويسمى الآي بي. والآي بي هو بمثابة رقم هوية لكل جهاز، يميزه عن باقي الأجهزة في الشبكة حتى تستطيع أن ترسل المعلومات إليه. طبعا الـ IP نوعان، في IPv4 وهو الإصدار الرابع من بروتوكولات الإنترنت، والذي يتكون من 4 أجزاء من الأرقام، طبعا بالنظام العشري تكتب، وتأخذ القيم من 0 ل 255، وهذه القيم لها دلالات معينة في النظام، مثل هذا مثال على هذا النظام. لكن هنا
تحتاج هذه الطبقة إلى أجهزة توجيه تسمى الراوتر، وهي الأجهزة التي تقوم بتوجيه الرسائل عبر الشبكة حتى تستطيع أن تصل للعنوان. لكن ما هي وحدة البيانات؟ قلنا لابد أن تعرف بوحدة البيانات في كل شبكة تسمى الحزمة. ومن أهم البروتوكولات التي تتعامل مع هذه الطبقة هو البروتوكول الإنترنت بنسخته الرابعة الـ IPv7 أو النسخة السادسة. طبعا لماذا احتاجنا النسخة السادسة؟ لأن عدد السكان في العالم ازداد، فأصبح أنه لا يست... لماذا نحتاج إلى النسخة السادسة؟ لأن أصبح عدد السكان في العالم كثير وامتلأت النسخة الرابعة بالكامل، فمن أجل مساحة أكبر تم تطوير الإصدار الرابع ليأخذ مع تزايد عدد المشتركين، ويتكون من 8 خانات مكتوبة بالنظام السداسي 16. طبعا هذا النظام يتكون من حروف وأرقام، طبعا لن نتطرق له لأنه هذا مشروح في اتحاد تكنولوجيا توجيه أدبي. الطبقة الرابعة طبقة النقل ترانسبورد لير، وهي الطبقة المسؤولة عن التأكد من نقل البيانات، طبعا لماذا؟ دون حدوث أي خطأ. هذه الطبقات تقوم بتقسيم وتقطيع صور صفحات الويب البيانات إلى قطع صغيرة، لماذا؟ ليسهل نقلها عبر الشبكة، ويتم تجميعها عند الاستقبال لعرضها على المستخدم. هنا لابد أن يخلو الكابل برضو من البيانات ليتم إرسال الرسالة. وحدة البيانات في هذه الطبقة تسمى القطعة، لابد أن أذكره لأن هذه مهمة في أسئلة اختار. أهم البروتوكولات في هذه الطبقة بروتوكول بيانات المستخدم وبروتوكول التحكم بالنقل. طبعا بيانات المستخدم يختصر باليو دي بي، ويقوم بعملية نقل البيانات دون التأكد من وصولها، مثل ملفات الفيديو، محطات الإذاعة على الإنترنت، لا يتأكد، لأن محطات الإذاعة ترسل هل يصل أو لا يصل لا تتأكد، لكن بروتوكول التحكم بالنقل يقوم بعملية إرسال البيانات والتأكد من سلامة وصولها أم لا. يعني هاي الفرق الأساسي بينه، أن الأول لا يتأكد من وصولها بينما الثاني يتأكد من وصولها. الطبقة الخامسة طبقة الجلسة، وتقوم هذه الطبقة بفتح قناة اتصال بين المرسل والمستقبل، وعند انتهاء الجلسة تقوم بإغلاقها، ويظهر دورها عند فتح أكثر من تطبيق على الجهاز. ووحدة البيانات هي البيانات الداتا، وأهم بروتوكولاتها هو بروتوكول نقل الملفات أو ما يسمى الـ NFS، وهذا البروتوكول يسمح بمشاركة الملفات بين الخوادم وأجهزة سطح المكتب، أجهزة الكمبيوتر المحمول، أجهزة أخرى، ويستخدم الـ NFS يمكن لتخزين معلومات عرضها تحديثها عن بعد كما لو كانوا على جهاز الخاص به. الطبقة السادسة طبقة التقديم، ويتم تجهيز البيانات قبل إرسالها، بمعنى ضغطها لتصغير حجمها من أجل أن تستطيع إرسالها، وبالتالي زيادة سرعة نقلها، لأن لو كانت حجمها كبير ستكون سرعة النقل بطيئة. وتشفير البيانات لحمايتها، ما الهدف من التشفير؟ يعني الهدف من الضغط تسريع سرعة النقل، والهدف من التشفير حمايتها عن طريق من مخاطر التجسس، وعند استقبال الرسالة يتم فك التشفير وفك الضغط لتتمكن التطبيق من عرضها للمستخدم. وحدة النقل ووحدة البيانات فيها هي البيانات، وأهم بروتوكولاتها التي تظهر أمامكم. طبعا هذه في منها للفيديو بالنسخة، وفي منها للصور طبعا حسب أو للصوت، يعني هذه الامتدادات والبروتوكولات خاصة بالصور أو للفيديو أو لملفات الإنترنت والبروتوكولات، كل منها خاص بجزئية معينة. مثلا الجي بي في هذا للفوتو، بينما الاي في اي للفيديو، وهكذا. الطبقة السابعة طبقة التطبيقات، وهي أعلى طبقة في الشبكة، لماذا؟ لأنها هي حلقة الوصل بين المستخدم والشبكة، وهي المرحلة التي يتعامل فيها المستخدم مع واجهة البرنامج، لا يتعلق في البرمجة، مثل متصفح برنامج نقل الملفات، البريد، البيانات. طبعا البيانات برضو البيانات نلاحظ أن أكثر من طبقة تستخدم البيانات. أهم البروتوكولات في هذه الشبكة هذه البروتوكولات، ومثلا هذا البروتوكول الخاص في شبكات الإنترنت وخلافه حسب النوع. طبعا هنا ماذا تلاحظ؟ تلاحظ طبعا ممكن يطلب منك اذكر احد التطبيقات او البرامج لكل من المستخدمات، يعني مثلا الويب، متصفح الفايرفوكس، جوجل كروم، انترنت اكسبلورر، طبعا انتهى هذا، اجراءات اتصالات صوتيه، سايك بي، فايبر، واتساب، فيديو، واتساب ميكو، نصيه، واتساب جوين، طبعا كل هذه الجيميل، ايميل جيميل، كل هذه الملفات خاصه بتطبيقات لنقل وارسال
والتعامل مع هذه البيانات. طبعا هنا مقارنة الطبقة والوظيفة والبروتوكول ووحدة البيانات. طبعا الطبقة الفيزيائية إنشاء بنية من الوظيفة بين من الوسائط اللاسلكية والسلكية، الإيثرنت لطلب الهاتفي، الخطوط المؤجرة، هذه البروتوكولات، خط مشترك الدي اس ال، الوحدات البيت، بينما الخطوط المؤجرة الإطار، فارمال، الشبكة، وضع عنوان للبروتوكول، بروتوكول اي بي، كلها شرحناها، الحزمة، النقل، الجلسة، كل هذه الأمور شرحناها، لكن هنا وضعتها لك بجدول حتى يتم تسهيل التعامل معها، ومن أجل أن يكون أسهل لكيفية أن تأتي بها الامتحانات، تستطيع أن تلخص هذا الجدول ومن خلاله تستطيع أن تحفظ كل ما تحدثنا عنه سابقا. الآن سنتكلم عن أساليب النقل في الطبقة الفيزيائية. طبعا أساليب النقل تتنوع، إما أن يكون أحادي أو يكون ثنائي، متزامن أو غير متزامن. طبعا الأحادي الاتجاه تكون فيه المعلومات باتجاه واحد مثل بث الراديو أو التلفاز، ويمكن تشبيه هذا النظام بالطريق في اتجاه واحد. طبعا هنا يكون بإرسال البيانات من خلال محطة البث سواء الراديو أو التلفزيون إلى جهاز الاستقبال، وبالتالي من مرسل إلى مستقبل خاص بهذه عملية النقل. ومن الأنظمة الشائعة عليه أنظمة بث الراديو والتلفاز، حيث يوجد جهاز إرسال وهو محطة البث، ويوجد جهاز استقبال في المذياع أو في جهاز الهاتف التلفاز الخاص الموجود عندك في المنزل. طبعا الأسلوب الثنائي الاتجاه ينقسم إلى نوعين، طبعا اتجاه متزامن أو النمط يسمى النمط نصف المزدوج، وهذا الأسلوب يستطيع طرفي الاتصال إرسال الرسائل بكلا الاتجاهين، لكن باستخدام قناة اتصال واحدة، بمعنى أنها لا يمكن الإرسال والاستقبال في نفس الوقت، إما أن ترسل أو تستقبل. ولماذا؟ لأنهم يستخدمون نفس القناة، ويتوجب على طرفي الاتصال التنسيق لتجنب حدوث التصادم حتى لا تضيع المعلومات أو تقل سرعة الشبكة، ويتوجب على طرفي الاتصال التنسيق، والهدف من هذا التنسيق منع التشويش أو التصادم. والأنظمة التي تستخدم هذه الأسلوب أجهزة الضغط للتكلم اللي هو بوش تو توك، وهي أجهزة المخشير العادية، بمعنى أنك تقوم بالضغط عليه فترسل وتترك الزر فتستقبل. كيف كل طرف يستطيع التكلم والسماع لكن ليس بنفس الوقت، ويوجد مفتاح عند الضغط عليه تستطيع التكلم ولا يمكن سماع الطرف الآخر، وعند إزالة الضغط تستطيع تسمع دون أن تتكلم، وهي أجهزة المخشير تحت الشرطة، تحت رجال الأمن الخاصة بهم. طبعا مثل هذه الأجهزة. أسلوب الاتصال الثنائي الاتجاه المتزامن أو النمط المزدوج الكامل، بهذا الأسلوب يستطيع فيه طرفي الاتصال لإرسال واستقبال في نفس الوقت، ويوجد قناة منفصلة لكل اتجاه. طبعا الاتصال في هذا الاستاذ يستخدم نظام الاتصال حيث يمكن لأحد الطرفين الاتصال أن يتكلم ويسمع في نفس الوقت، وهو هاي الفرق بينه وبين الأنواع. طبعا الأوساط الناقلة في الشبكة ممكن أن نجملها بهذا المخطط حتى تكون سهلة لديكم. الوسط سلكية ولا سلكية، سلكية نحاسية أو ألياف ضوئية، النحاسية إما متحدث المحور أو مزدوجة مجدولة، بينما اللاسلكية الواي فاي، الأقمار الصناعية، الاتصال الخلوي 3G أو الودي ماكس. كل هذه الأنواع هي خاصة، وهذه تستطيع أن تجمل لك ما الذي سنتحدث عنه. تنتقل المعلومات والمكالمات عن طريق شبكة الهاتف من خلال بنية تحتية، هذه البنية تعتمد بشكل أساسي داخل الدولة على الشبكة النحاسية، لكن من في خلال تطورت عن طريق الألياف الضوئية أو الفايبر. الألياف الضوئية هي الوسط الناقل الأسرع والأأمن في عملية نقل البيانات في أجهزة الدولة المختلفة. فالكوابل النحاسية مثلا، تستخدم الكوابل النحاسية الإشارات الكهربائية لنقل البيانات بين أطراف الاتصال، وطبعا يوجد منها نوعان، إما الكابل متحد المحور أو الكابل المزدوج المجدول الغير محمي. طبعا الغير محمي طبعا هي شكلين، في هذا الشكل الأول متحد المحور يكون ناقل عازل أسلاك نحاسية وسط خارجي يكون بهذا الشكل، وفي هذا الشكل يشكل في هذا قناة اتصال واحدة، لذلك فإن وسيلة الاتصال عليه هو أسلوب الاتصال الثنائي الاتجاه الغير متزامن. طبعا هذا الكابل يستخدم في شبكات الحاسوب
ليش؟ لماذا؟ لأن سرعته محدودة، لأنه فقط يستطيع أن ينقل 10 ميجا بت لكل ثانية، وهو يعمل بأسلوب ليف دوبلكس، ويعني إرسال واستقبال معلومات مشترك أي معدل 5 ميجا بايت في الثانية لكل منهما. هذا المزايا، أنه عازل جيد للمؤثرات الخارجية، لكن كعيوب عيوبه كثيرة. أنه غير آمن، حيث أن يمكن أي شخص قشط هذا السلك ووصله بسلك آخر. السرعة محدودة، ينقل كحد أقصى 10 ميجا بت لكل ثانية، لكن فعليا ينقل 5 جيجا بت لكل ثانية، لأنه يعمل بأسلوب الهيلف ديبلكس. وعند أطراف طبعا، وهذه مشكلة خصوصا مع التطور الحديثة، وعند أطراف الكابل يوجد توصيلات من نوع البي أن سي، هذه توضبط حيث تكون في كارت الشبكة. وفي هذه الحال طبعا يستخدم بشكل أساسي في ربط أجهزة الحاسوب مع الشبكة الناقل، حيث يشكل العمود الفقري للشبكة. مخطط الشبكة مثلا هو نموذج يتم فيه ربط أجهزة الحاسوب بشكل تسلسلي، حيث يكون بشكل محوري العمود الفقري للشبكة هو السلك المحوري، حتى تستطيع أن تربط كل أجزاء الشبكة. وتستخدم في توصيل البث التلفازي من اللاقط الهوائي إلى التلفزيون، وهو من الدش أو من اللاقط الهوائي من الريسيفر إلى الريسيفر في التلفاز. وكانت سابقا تستخدم في شبكة الهاتف وشبكات الحاسوب، لكن بسبب السرعة البطيئة تم عدم استخدامه. الكابل المزدوج المجدول الغير محمي، وهو كابل يتكون من 4 أزواج من الأسلاك النحاسية المعزولة الملتفة حول بعضها، كل زوج يشكل قناة اتصال. طبعا وسيلة الاتصال في هذا الكابل هو الاتصال الثنائي المتزامن، بمعنى أنه يستخدم كل الزوج لإرسال البيانات وزوج آخر لاستقبال البيانات. طبعا يستطيع أن ينقل 100 ميجا بت لكل ثانية، كل زوج يتم إرسال بسرعة 100 ميجا بت لكل ثانية، أي مجموع 200 ميجا بت لكل ثانية في الهاتف في تمديدات الشبكة المحلية الـ LAN. العيوب غير آمن، حيث يمكن التنصت عليه بواسطة أجهزة تتبع الحث الكهرومغناطيسي، لكن مزاياه سرعته تصل إلى 1 جيجا بت، تنقل المعلومات المسافة قد تصل ل100 متر دون الحاجة لتقوية الإشارة، تكلفة رخيصة، سهل الاستخدام والصيانة، مثل هذا الشكل اللي هو الكابل المزدوج الغير محمي. طبعا ما فائدة الجدلات في الأسلاك؟ تقليل التداخل الكهرومغناطيسي في هذه، وبالتالي لابد أن ترسمها. طبعا يكون مثلا البني مع الأبيض مخطط ببني، والبرتقالي مع الأبيض مخطط ببرتقال، الأخضر مع الأخضر مخطط، الأبيض مخطط بالبرتقالي، حتى تستطيع في تقليل الضوضاء والتأثيرات. النحاس منخفض الثمن، سهل التركيب والصيانة، لكن سلبيته قلنا التحدث أنه كوابل طاقة، محركات، تشويش بالكهرباء مغناطيسي، تشني ضياع، بالتالي طبعا التشويش مشكلته أنه يضيع المعلومات. مسافة محدودة لا تتعدى عن 100 متر، سرعة محدودة 1 جيجا بت، يمكن التصنت عليه عن طريق تداخل بالمجال الكهرومغناطيسي، أو عند يتأثر بالتيار الكهربائي فتضيع منه الكثير من البيانات. لذا العالم اتجه للألياف الضوئية. لماذا الألياف الضوئية مهمة واندازت انتشارها؟ بسبب طبعا ما هي الألياف البصرية الضوئية؟ هي أسلاك رفيعة جدا لا يزيد سمكها عن 1 من 10 مليمتر، مصنوعة من الزجاج النقي، تتم تجميعها وتغليفها بحزام بلاستيك خارجي. طبعا عناصر الاتصال الألياف، أنها في يوجد مرسل ضوئي، الألياف البصري الضوئي، مستقبل ضوئي، مجاس. المرسل يحول الإشارات الكهربائية الذي نريد أن نرغبها إلى إشارات ضوئية، من أجل ذلك لأنه يتم أن ينقله بسرعة الضوء عن طريق الليف البصري، ومن ثم المجاس في الطرف الآخر يحولها إلى إشارات كهربائية، وبالتالي تستطيع التعامل عليها. وبشكل أساسي مبدأ عملها هو مبدأ سهل، يعني المبدأ ليس بالصعوبة كما نتصور، أنه يمكن نقل المعلومات على شكل ضوء، أشعة ضوء، وبالتالي عن طريق خاصية تعرف بانعكاس الكلي الداخلي للضوء تستطيع أن تسير بسرعة الضوء، وبالتالي جدران الليف مثل المرآة تعكس أشعة الضوء في الداخل، وبالتالي تصطدم بالجدار حتى تستطيع أن تصل للطرف الآخر دون ضياع أي جزء من المعلومات وبسرعة عالية ودون أن يتم تشويش. طبعا استخدامه في شركات الاتصالات لربط بين المقاسم في مسافات بعيدة، بين الدول، في الشبكات المحلية، لكن
الشبكات المحلية حتى الآن هي تستخدم الأسلاك النحاس لأنها أرخص، لأن هذه تستطيع تستخدم في التوصيلات المحلية والدولية. شبكات النطاق الـ LAN والـ WAN تستخدم في الـ LAN لربط المباني، المؤسسات تقع في منطقة جغرافية محدودة مثل مباني كلية جامعية مثلا، أو تستخدم في المجال الواسع مواقع بعيدة في المحيطات في البحار كوابل التي تربط بين القارات بعضها مع بعض. ولبناء الاتصالات الشبكة الفايبر دبلكس نحن بحاجة إلى ليفين بصيرين، ليف بصر لكل اتجاه، وبحاجة عند كل طرف مرسل ضوئي ومستقبل ضوئي. طبعا المرسل كما ترون عين أن أجل عملية الإرسال يقوم بتحويله إلى من إشارات ضوئية إلى ضوء، من إشارات كهربية إلى ضوء، ومن ثم الطرف الآخر يحول الضوء إلى إشارات كهربية وبالعكس في المرسل والمستقبل. سلبياته أنه مرتفع الثمن، صيانة تركيبه مكلف لصغر حجمه ويحتاج معدات باهظة الثمن، لكن مميزاته أنه لا يحدث تداخل كهرومغناطيسي، سرعات عالية تصل إلى عشرات الجيجا بت في الثانية، تنقل الأشعة الضوئية المعلومات لمسافات طويلة عشرات الكيلومترات دون حاجة إلى تقوية، أكثر أمنا يصعب التجسس عليه لعدم وجود أي مجال يتولد حول الإشارة الكهربائية كما هو في الحالة الإشارة الكهربائية. لكن لماذا على الرغم من مميزات الألياف الضوئية المتعددة إلا أن الشركات ما زالت تستخدم الأسلاك النحاسية في الشبكات المحلية لأن ثمنها منخفض، سهلة الصيانة، كمية الأسلاك النحاسية في باطن الأرض كبيرة جدا ويصعب أن تقوم بتغييرها. يعني تتخيل أنك تريد أن تغير كل هذه الشبكات الموجودة في مجتمعنا، ستكون مكلفة جدا لشركات الاتصالات ولا للناس. سبب انخفاض سعر المكملات الدولية بعد استخدام الليف الضوئي لأن الليف البصري الواحد يستطيع نقل عشرات الآلاف المكالمات من بلد الآخر في نفس الوقت دون استخدام مئات الأسلاك النحاسية. في حالة انقطاع سلك نحاسي يمكن تعريض طرفيه ووصله من جديد. ماذا يحدث عند انقطاع الليف البصري؟ من الصعب تركيبه وإصلاحه لأننا نحتاج إلى مختص ومعدات خاصة باهظة الثمن لعملية الصيانة الخاصة به. وهذا الجدول يوضح الفرق بين الألياف البصرية والألياف وأسلاك النحاس كمقارنة سريعة، وهذه المقارنة مهمة جدا، وطبعا من حيث سرعة النقل، كمية المعلومات، المسافة، التكلفة، الصيانة، وهي واضحة أمامكم. طبعا هنا حل درس أسئلة الدرس، طبعا سأعرضها لأن قمنا بشرحها حتى لا يصبح هذا الفيديو طويل. شكرا لحسن استماعكم، نوه انه يوجد باقي الحل، يوجد شرح كيمياء وفيزياء في القناة، يرجى منكم التفاعل، نرجو ان تدعمونا حتى نستطيع ان نستمر في مثل هذه الفيديوهات مع الامكانيات الضعيفة التي توجد لدينا، لكن بدعمكم واستمراركم نستطيع ان نستمر. هنا عرض اسئلة الوحدة، طبعا عرض سريع. لا تنسوا أن تنشروا هذه القناة بين أصدقائكم أحبائكم، ونشكركم لدعمكم الكبير لنا، ونشكر كل من دعمنا ونشر هذه القناة ولو بمنشور على صفحته على الفيسبوك، لأن هذا الدعم هو الأساس والشكل الأساسي لعملية التعب الذي نتعبه في تجهيز هذه المواد لكم بالإمكانيات الضعيفة المتوفرة لدي. شكرا والسلام عليكم.